معانا النهارده بطل من الابطال، بطل من ابطال فلسطين طبعا، عبد الرحمن نوفل. كلنا طبعا سمعنا عنه يمكن في 2014، حصل يعني قصه كده حصلت له، لكن انا هخليه هو اللي يتكلم عن الموضوع كله وهو اللي يحكي لنا حكايته. الاول نرحب بيك على قناه الزمالك، اهلا بيك. اهلا بيك يا رب. ميرسي على الحاجات، لا ولا يهمك، على الحاجات الجميله دي. الله يخليك. احكينا بقى عبد الرحمن، يعني احنا يعني مش هنقول ان دايما القدر واي حاجه بتحصل لنا بنقول دايما الحمد لله، الحمد لله، الحمد طبعا لله على كل شيء، أكيد. لكن خلينا بقى نتكلم عن الموضوع، حصل لك امتى وكان عندك كام سنه وايه اللي حصل بالظبط؟ واللي صار كالاتي، يعني الحدث في 2018 في 17/4، وكان يوم 3. فكنت في المدرسة أنا وأصحابي، طبيعي يعني، فاتفقوا معي إنه نروح على الحدود، يعني نروح ونلعب كورة هناك يعني. فسحبنا حالنا وكمان رحنا مشي، يعني ما رحناش في سيارة ولا في زبي ولا أي حاجة، يعني رحنا ولعبنا كورة هناك والأمور طبيعية، يعني ما في إشي. ففجأة يعني وإحنا بنلعب كورة، يعني الكورة راحت عند الحدود، يعني قريبة من الحدود، فرحت أنا أجيبها، فرحت أجيبها ورجعت. وأنا راجع اتصابت، مش اتصابت يعني، وقعت. فأنا ما حسيتش في شي، ولا حسيت في، يعني ما حسيتش في اشي، ما فيش إحساس، وقعت بس. فقمت بدي أمشي ما قدرتش، وقعت كمان مرة. فقمت طلعت على رجلي، عرفت انه انا متصاب، قعدت ازعق يعني اطلب النجدة، يعني انه حدا يجي يشيلني. فاجا صاحبي وشالني، وشالني وحطني في الاسعاف، ووقع فيي اكتر من مرة، عشان كانوا بقى برضو بيرموا قنابل غازية. يعني احكي لي بقى القصة بقى الكروية وقصتك بقى مع الزمالك، وهل انت مثلا بتشجع الزمالك من زمان ولا انت، والشكل ازاي بقى يعني مثلا لما يبقى في ماتشات للمباريات للزمالك بتبقى ازاي شكلها في غزة كنا بقى؟ انا يعني حب للزمالك من بعد بات الرجلي، يعني عندنا رابطة للزمالك والاهلي يعني، تمام. ف يعني احكي لنا عن المباريات بقى، يعني انت دلوقتي مثلا انت في القطاع عندكم في غزه، احكي لنا ازاي يعني الزملكاويه اللي موجودين الفلسطينيين اللي في غزه بتبقى زي المباريات اللي زي بتحصل عندنا في مصر بنفس في الروح بنفس الكافيهات، يعني في الكافيهات لو بدنا نروح مثلا نحضر مباريات للزمالك، يعني اشي ما شاء الله، يعني بيكون ناس كتير، يعني كتير كتير، يعني بيكونوا محبين للزمالك يعني، وانا من محبينهم، من حبينهم طبعا. وانا يعني حب للزمالك من زمان طبعا، أحلى مباراة شفتها وكان للزمالك؟ نفسي، نعم أحلى مباراة للزمالك؟ والله مش فاكر، بس يعني كلهم حلوات الصراحة طب يعني. أكتر نجم أنت أصريت النهاردة إن أنت طبعا تبقى موجود في نادي الزمالك، وتواصلت وقدرنا نتواصل معاك وقدرت تكون موجود هنا وسط اللعيبة وتحضر التمرين، وأنا هسيبك مش هعطلك كتير عشان تتفرج برضو على، ولا يهمك. قول لي بقى مين النجوم اللي أنت يعني كنت حابب دايما أنت تتصور كان معاهم؟ اللعيب اللي كان نفسي أشوفهم يعني من زمان، محمود علاء وزيزو وشيكابالا، يعني هذول بحبهم كتير يعني.